الفن هي لغة خاصة ترجم أحاسيس كل شخص يملك موهبة إبداعية، كيف يقدر يوظفها في المجالات المتاحة. مخرجة ومنتجة استثنائية في أفكارها واختياراتها، باتت اسما بارزا في عالم الترفيه العربي لتؤكد دوما أن الاجتهاد والصبر هو طريق النجاح. المخرجة الإماراتية نهلة الفهد عرفت غايتها منذ الطفولة، وبدا واضح عليها حبها الكبير إلى الشاشة الصغيرة. لما كنت يعني كثير صغيرة ما كنت أعرف شو يعني مخرج، وما كنت أعرف إني بصير مخرجة وإني أنتج أفلام وأصور أفلام، بس كنت أحب الكاميرا. وأمي اشترت لي كاميرا يوم أنا صغيرة، حست يعني إن عندي هذا الفضول إني أحمل كاميرا وأصور فيها، وكنت أسوي هذا الشيء. بس إني أختار إني أكون مخرجة ما أتذكر إن راودني هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت كنت وايد متعلقة بأفلام الكرتون، وكنت دائما أسأل سؤال إن هذه الأفلام هذيل الشخصيات هل هم عايشين في التلفزيون ولا لا. يعني كنت وايد حريصة إن أتأثر، كنت وايد أتأثر بالشخصيات في الكرتون. يمكن هذا الشيء اللي خلاني أتعلق أيضا بهذه الشخصيات الكرتونية، وأكبر وتكبر معي هذه الاستنتاجات وهذه الأسئلة، وبديت أحصلها تفسيرات في دراستي. بديت شوي شوي حتى أني أنا أكتشف نفسي في تنمية معرفتي، قراءة القصص، الروايات. أيضا هذه ساعدتني حاليا في الكتابة، كتابة النصوص، وكانت يعني أيضا مرحلة حلوة يعني في حياتي.